من جديد نرحب بالزميلة ماري سالم من بيروت، المحلل المالية في الشرق للأخبار. أهلا وسهلا بك ماري. أداء فاتر نوعا ما اليوم نراه على أسواق الخليج أو بقية أسواق الخليج باستثناء بورصة مسقط، ماذا نفسر أو بماذا نفسر ذلك؟ مساء الخير مرة ثانية محمد، يعطيك ألف عافية. يعني متوقع أنه نشوف نوع من هدوء خلال هذا الأسبوع، وخاصة أنه بعدنا بجلسة يوم الأحد، ونحن نعرف أنه إجمالا بالأيام العادية جلسات يوم الأحد عادة ما تكون يعني بتسيطر وبتهيمن عليها الهدوء النسبي، يعني ما بيكون في عنا مستثمرين أجانب بنفس الزخم اللي بيكونوا موجودين ببقية الأيام، وبيكون نوع من ترقب لأنه بيكون في عنا الأسواق العالمية مغلقة، وبيكون في بعض التفاعل مع اللي صار خلال الأسبوع الماضي. بس نحن إذا بدنا نيجي نقيم تحديدا جلسة اليوم من بعد ما شفنا ارتفاعات جماعية بالأسبوع الماضي على الأسواق الخليجية بشكل عام، متوقع أنه شوي نشوف هدوء، خاصة بظل غياب أخبار جوهرية من قبل الشركات أو حتى فيما يتعلق بالنتائج والبيانات المالية. نحن هذا العام يعني كان عام التقلبات إذا بدنا نحكي فيما يتعلق بالأسواق الخليجية، حتى بناخذ على الأساس الفصلي منذ بداية العام، يمكن الفصل الوحيد اللي كان يتمتع بإيجابية مطلقة بالأسواق الخليجية هو أكثر فصل يمكن تعرضت فيه الأسواق لضغوطات مختلفة، إن كان على المنحى الجيوسياسي، إن كان فيما يتعلق بأسعار الفائدة والترقب المطلق اللي كان موجود لدى المستثمرين فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لأنه المؤشرات كلها كانت عم بتسجل ارتفاعات، هلا اكيد بنسب متباينه ومتفاوته، اقصاها كان واعلى مستوى ارتفاعات سجلها سوق دبي المالي، ولكن منذ بدايه شهر 10 عم نشوف ضغط كنا بيع كثير قوي خلال اول اسبوع، ولكن الاسبوع الثاني رجع اتسم شوي ببعض الايجابيه وقت اللي بلشت الشركات تعلن عن النتائج. نحن بهذه المرحله بلشنا نشوف محمد الاسواق العالميه، البنوك العالميه عم تعلن عن نتائج، هلا اكيد مش دائما فينا نقارن البنوك الخليجيه مع البنوك العالمية بحكم أحجامها بحكم انكشافاتها وغيرها من العوامل اللي بتأثر، ولكن ارتفاعات الأسبوع الماضي بس اسمحي لي ماري عند يعني هذه النقطة قبل أن نبتعد عنها، هل يعني بمعنى آخر أنه المعنويات في السوق هل هي هشة، بمعنى أي ارتفاعات قد نراها في الأسواق سنرى عملية جني أرباح أو تصحيح سريعة عند أي ارتفاع؟ يعني ما الذي يحكم هذا السلوك في هذه الفترة؟ بهذه المرحلة في لك لا، لأنه بهذه المرحلة في محفزات بالأسواق الخليجية يمكن تكون بتضغى أكثر على نفسية المستثمر من العوامل اللي هي موجودة بالأسواق العالمية، وهذه المرحلة تتسم بالبيانات المالية وأداء الشركات هو اللي بيلعب أكبر دور، ونحن بنعرف أنه الأسواق الخليجية عادة ما هي بنسميها بنقول بالإنجليزي resilient، يعني شوي مرنة فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث اللي هي كان جيوسياسية ولا حتى أحداث عالمية. نحن الفترة الأخيرة الارتفاعات اللي شدناها أسبوع الماضي محمد كانت بأغلب الأسواق الخليجية، من السوق السعودي للأسواق الإماراتية يمكن باستثناء سوق دبي المالي ببعض الأماكن والسوق القطري وحتى بالكويت وبمسقط، كانت الارتفاعات مدعومة بشكل كتير كبير من البنوك اللي مدرجة ضمن هذه الأسواق. هلأ نحن إذا بناخد أكبر البنوك هنلاقي أنه أغلبها هي فعلا كانت على ارتفاعات. ليش قلت باستثناء سوق دبي المالي؟ لأنه كان المؤشر على ارتفاع تقريبا بحدود 1% خلال الأسبوع الماضي، ولكن البنوك الرئيسية مثل أميرتس أم بي دي ودي آي بي كانت عم تسجل تراجعات، فالدعم ما كان فقط من القطاع المصرفي ولكن كان من قطاعات أخرى. بس بشكل عام بهيدي المرحلة خاصة من بعد النتائج تبع الربع الثاني اللي هي كان فيها نوع من استقرار بأسعار الفائدة، بنلاقي أنه البنوك قطاع البنوك كان عم بيسجل نمو بمعظم الأسواق، يعني النسب متفاوتة مش معظمها حتى بأغلبها كلها، يعني كانت عم تسجل ارتفاعات. تاسي سجل نمو بقطاع المصرفي ب 13%، دبي 13%، أبو ظبي 10%، الأدنى بيناتهم كان بورصة الكويت كانت عم تسجل ارتفاعات بالقطاع المصرفي ب 1%، وهذا الشيء اللي هلا عم بيحكي يعني المستثمرين للنتائج تبع الربع الثالث. تفضل. إذا نتحدث عن دور محوري للقطاع المصرفي في أسواق الخليج. أشكرك جزيلا دائما ماري سلم على هذه التحليلات، المحلل المالية في الشرق الأخبار. نرحب بك دائما من بيروت.